حدقة ولا عدوى بقى؟ حدقة زودتها لك كمان شط ميه. دي اللي كان قدامي بطاطس، حطيت الرز والفرخة والسلطة. زودته ما زودته كمان شوية عشان يبقى عندي بشوية ولا حيل، ولا حط كزبرة والخضرة والشبت والبقدونس. يعني لو قلت فيها لا، حطيت اخضر كده وسلطة، كنت عاملين سلطة، حطيت خيارة على طماطمية على بنت كانت عاملة سلطة. عدوه كمان شوية بيحط عليه حلبة بقى ماشي، هرفرهم هم كمان شوية عشان الخضرة دي ماشي، ولا اصفيه في المصفي عشان الخضرة شكله حلو بالخضرة باين عسل ازاي. لسه اضربه تاني عشان الخضرة ماشي، لسه حطيت لحمة ولا رز. الرز بشعرية في قاع الحل يم الدنيا على حتة لحمة قد كده تا شوية رز صغيرة تنفع تعسى. لا يخليك، حطيت لحمة صغيرة الجناء عشان تطير عند النبي المختار. اللهم صل وسلم وبارك على يا رسول الله يا رب العالمين. معذر قلت لك انا كلام فضل الدكتور جزاء المتوزن مع حبيبتي سورة الأنعام. قلت لك انا كلام فضل الدكتور عبد المجيد سيد احمد طيب وحبيب سورة الأنعام. معذر حبيبتي مرعنا يا رب جانب فؤال الجنة مع حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن